فتعالي نشوف رأي الشارع يا دكتور هاني. تمام اتفضل. يلا بينا. قصة أماني الخطأ عند الاثنين، عند الأم في تربيتها وعند أماني في سلوكها مع أمها، لأن الأم المفروض تكون حنان ومصدر حنان لجميع الأسرة. في أم ممكن تضر بنتها من غير ما تعرف، هي لو شغالة أو بتاخد معاش أبوها بعد ما توفى تنفصل عن أمها خالص، تعتبر أمها ماتت. أنصح والدة أماني بحاجتين: أن تتقي الله في نفسها، لا تفرق بين بناتها أماني وبيت أبنائها، أن تحافظ على أماني حفاظا وتعوضها عن الايه الخسارة اللي سببتها لها. فأنا شايف إن مفيش أم بتحب بنت وتكره الباقي، لا لا، هي شايفة الموضوع غلط. هي تقرب من أمها، وأمها برضك تحاول تقرب منها وتحكي لها على كل حاجة عشان ما تخشش في موضوع اكتئاب، وده غلط يعني. أنا مش مقتنع طبعا بكلام أماني عشان مفيش أم بتكره بنتها. والله أنا شايف إن هي مبالغة زيادة، يعني مفيش أم أولا بتكره بنتها أو بتحقد على بنتها، كل أم عاوزة مصلحة بنتها أو مصلحة ابنها، مش أكتر ولا أقل. هي ممكن يعني هي حاسة بكده لنقص في حياتها أو في حاجة هي ناقصاها عاوزة تكملها فمش قادرة تكملها بأي حاجة. والله أنا أنصح والدة أماني إن هي برضو تحاول إن هي تحسس أماني إن هي موجودة في حياتها، ما تبعدش عنها وتحسسها برضه بوجودها في الحياه معاها. الاحساس اللي هي حاساه بامها ده بسبب البعد، يعني ممكن امها تكون بعيده عنها او هي تكون بعيده عن امها. هي اماني اول حاجه تلجا لربنا اولا واخيرا، ثم لامها، فيش غير امها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال امك ثم امك ثم امك، يعني مين هلجا له غير امي؟ في اي محنه من محنات مين غير امها هيشيلني؟ فيش غير امي هي اللي هتشيلني. لا اكيد هي موهومه، او حتى لو هي في ام كده بتفرق ما بين المعامله، لو هي كويسه هتحاول ان هي تقرب منها بالكويس لحد ما هتغير المعامله. ما فيش حد بيفضل بياخد موقف من اي حد بدون اسباب. انا لو حد وحش معايا اكيد انا بمعاملتي الكويسه اكيد هغير من اسلوبه ومن طبعه. اكيد المعامله هي مستهيئ لها ان هي بتكرهها اكيد عشان والدتها واخده منها موقف، فاكيد لازم يبقى ده رد فعلها. بس هي لو حاولت ان هي تبتدي بالاحسن وتحاول تقرب من والدتها اكيد هيبقى ليه رد فعل تاني. ابنها واخد الموقف ده لان هي وصلت له الايحاء بكده ان هي والدتها بتكرهها وان هي ما بتحبش والدتها، فبالتالي هتوصل الاحساس ده لابنها فهو اكيد مش هيحبها. انصح اماني ان هي تفتح صفحه جديده وتحاول تقرب من والدتها بشتى الطرق، لان رضا الام وبر الوالدين يعني من رضا الرب. هي حتى لو امها وحشه هي متى يعني تقابل الوحش بالحلو اكيد هتتغير.